في اليوم السابع مصر وتركيا ترفعان علاقتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء. القاهرة ترشح عمرو الحمامي سفيرا لها لدى أنقرة، والخارجية الخطوة تهدف لتأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد. كان في فترة طبعا كانت العلاقات متوترة ما بين البلدين مصر وتركيا، والآن يعني تعيد مصر وتركيا علاقتهم الدبلوماسية مرة أخرى لأرفع مستوى ومستوى السفراء، وتعيد السفراء في كلا البلدين. هو بتقرأ طبعا في المشهد إزاي شقين دلوقتي؟ نتكلم فيهم. الشق السياسي زي ما حضرتك قلت كده كان متدهور ومرتبك فتره طويله، لكن ما حدش في العالم يقدر يقول ان مصر تورطت في لحظه من اللحظات في التعامل غير الاخلاقي في هذا الملف، ولا استضافت يعني عناصر من المعارضه التركيه، ولا حد من الاتراك مارس اي ما يمس الامن التركي من على ارض مصر. العالم كله يشهد بذلك، لكن في نفس الوقت مصر راعت الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه للشعب المصري. احنا عندنا شركات كتيره شغاله لصادرات لتركيا. عايز اقول لحضرتك تبقى الارقام الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بقى مش ارقام جمعيات رجال الاعمال المصريه التركيه، لان ليهم ارقام تانية. احنا 4.9 التبادل التجاري في 2020 زاد ل 6.7 في 21، زاد ل 7.7 في 2022، 7.7 مليار دولار. الجمعيات بتتكلم على 9.7 مليار دولار. تخيل لما يبقى نصهم صادرات مصريه، تخيل ان نصهم صادرات مصريه، فاتح كام الف اسره عايشين او يعني كام. العلاقات التجاريه والاقتصاديه لم لم تتوقف، تتاثر لم حتى. تتوقف ولم تتوقف، بالعكس زادت، لان عند حضرتك 2 مليار دولار استثمارات تركيه في مصر، عند حضرتك 200 شركه تركيه شغاله في مصر. ولكن بعد اعاده العلاقات مره اخرى اعتقد لمصر ان ده السفر مردوده هيكون هيروح للافضل وهيروح للاكبر، وهيبقى حجم التبادل التجاري محتمل يتضاعف. المدهش بقى الكلام على التبادل بالعملات المحليه، وبالتالي ممكن يرفع العبء على ضغوط العملة الصعبة في مصر.